سيني سكاندال. رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم في اخر الفقرات نتاعنا في سيني سكاندال. كما تعودتوا معنا في كل مره تجي وحدنا يسرى قالول تعطينا واحد من الافلام نحكيوا عليهم. مرحبا يسرى. عسلامه. شحوي سافا. الحمد لله. شو اخترت لنا اليوم في سيني سكاندال؟ اليوم في سيني سكاندال نحكيوا على فيلم درامي امريكي تحت عنوان المغسله او ذا لوندروما. هو مستوحى من كتاب عالم السرية اللي يحكي على فضائح أوراق بنما. موضوع الفيلم يتحدث على تحقق أرملة من عملية احتيال من شركات التأمين، والتحقيق هذا يوصل إلى اكتشاف فساد شركات قانون مدينة بنما في النظام المالي والعالمي. الفيلم في وقت إصداره عام 2019 عمل ضجة إعلامية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وعديد الدول المرتبطة بشركات التأمين الأمريكية. الفيلم تم ترشيحه العديد الجوائز في الولايات المتحدة الأمريكية، منها جوائز كاليفورنيا في مواقع التصوير عام 2019، جوائز السينما من أجل السلام عام 2020، وجائزة العلوم الإنسانية عام 2020. الفيلم تم إنتاجه من طرف شركة نتفليكس اللي راهنت على نجاح قصة الفيلم المعالجة قضايا النفوذ المالي والتهرب الضريبي على غرار فضيحة تسريب أوراق بنما في أفريل 2016. كما قلت الفيلم خرج عام 2019 للمخرج ستيفن سودربيرغ، ومن أهم الممثلين اللي فيه ميريل ستريب، غاري أولدمان، أنطونيو بونديراس ودافيد شويمر، وطوله 95 دقيقة. مهم برشا الفيلم هذا وفيه ممثلين كبار برشا في هوليوود. يعطيك الصحة يسرى، بارك الله فيك. دونك انتم زادة تنجموا تعودوا تفرجوا في حلقة اليوم على الشين يوتيوب بتاعنا إكسبريس أفام. سينو نقول لكم نتقابلوا الجمعة الجاية في لما الناس كلها.